مهم جدا في لعيبه النادي الاهلي وخط وسط النادي الاهلي. الاهلي 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 بيبقى في حاله، وبيبقى في حاله تانية خالص في وجود عمرو السولية. مروه محمد، اولا كل سنه وانت طيبه، وانا بتاسف لك جدا جدا على المستوى الشخصي، لان انا قريت اسمك امبارح مروان. هي كتبت النهارده حاجه ظريفه جدا جدا، انا عايز اقراها بس كده. قالت تقريبا دي اغلى هديه أو أغلى هدايا جات لي في يوم عيد ميلادي. من يوم، طب اداني في الشاشة القريبة. طيب الله يخليك يعني يا ابني، أنا داخل على 41 سنة يا حبيبي. تقريبا دي أغلى هدية جات لي يوم عيد ميلادي، من يوم ما اتولدت، وجت في اليوم ده بالصدفة البحتة، إن أشوف اسمي على شاشة قناة الأهلي ولو لمدة ثانية، حتى لو اتقال مروان عادي أنا راضية. لا انت مروه، واحلى مروه كمان، مروه محمد. الف الف يعني مبروك على وجودك معانا، دي حاجه تشرفنا، وكل سنه وانت طيبه. واحنا اللي اسفين اللي قررنا امبارح ان مروان مش مروه. كل سنه وانت طيبه مره تانية يا مروه.